بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا علما يا كريم، لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا، وقلل نسياننا، وافتح لنا نبأ بالخير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام السيوطي رضي الله عنه ونفعنا الله به وبعلومه آمين، في كتابه الأشباه والنظائر في فروع فقه الشافعية، وصلنا إلى قول الإمام قاعدة: يغتفر في الفسوخ ما لا يغتفر في العقود. ومن ثم لم يحتج أي الفسخ إلى قبول، وقبلت الفسوخ التعليقات دون العقود، ولم يصح تعليق اختياري من أسلم على أكثر من أربع، لأنه في معنى العقد، ولا فسخه لأنه يتضمن اختيار الباقي. وجاز توكيل الكافر في طلاق المسلمة لا في نكاحها، لأن في طلاقها إعانة لها، أما في نكاحها ربما كان هذا الرجل خائنا لا يصلح لأن يكون أمينا أو وكيلا أو وليا. القول في الصريح والكناية والتعريض. قال العلماء: الصريح هو اللفظ لموضوع، لمعنى لا يفهم منه غيره عند الإطلاق، ويقابله الكناية، أن يكني بأمر لا يريد بظاهر الألفاظ مرادها، وإنما يريد معانيها ومن ورائها. تنبيه: اشتهر أن مأخذ الصراحة هل هو ورود الشرع به أو شهرة الاستعمال خلاف. قال الإمام السبكي رضي الله عنه: الذي أقوله أن الصراحة مراتب، أحدها ما تكرر قرآنا وسنة مع الشياع أو الشيوع عند العلماء والعامة، فهو صريح قطعا كلفظ الطلاق، فإن هذا من الصريح لا يحتاج إلى نية ولا إلى بيان. الثانية المنكر غير الشائع كلفظ الفراق والصراح، فيه خلاف. الثالثة الوارد غير الشائع كالافتداء، وفيه خلاف أيضا، وكل هذه الألفاظ مذكورة في كتاب الله. الرابعة وروده دون ورود الثالثة اللي هو الافتداء، ولكنه شائع على لسان حملة الشرع كالخلع، والمشهور أنه صريح في بابه أي في الخلع. الخامسة ما لم يرد ولم يشع عند العلماء، أي يصير شائعا عند العلماء ولكنه عند العامة، مثل حلال الله علي حرام، والأصح أنه كناية لا يقع على صاحبه إلا بالنية. قاعدة: الصريح من الألفاظ لا يحتاج إلى نية، والكناية لا تلزم صاحبها إلا بنية. أما الأول أي الصريح فيستثنى منه ما في الروضة وأصلها،
أنه لو قصد المكره إيقاع الطلاق فوجهان: أحدها لا يقع لأن اللفظ ساقط بالإكراه والنية لا تعمل وحدها، والأصح يقع لقصده بلفظه، فصار اللفظ مع القصد صريحا واقعا. وعلى هذا فصريح لفظ الطلاق عند الإكراه كناية، إن نوى وقع وإلا فلا. وأما الثاني فاستثنى منه ابن القاص صور، وهي ما إذا قيل له طلقت فقال نعم، فقيل يلزمه وإن لم ينوي طلاقا لأنه صريح من اللفظ، وقيل يحتاج إلى نية. واعترض بأن مقتضاه الاتفاق على أن نعم كناية وأن القولين في احتياجه إلى النية، والمعروف أن القولين في صراحته، والأصح أنه صريح، فلم تسلم كناية عن الافتقار إلى النية. هذا هو الظاهر. تنبيهات: الأول، قد يشكل على قولهم الصريح لا يحتاج إلى نية قولهم يشترط في وقوع الطلاق قصد حروف الطلاق بمعنى. قال الإمام السيوطي: وليس بمشكل، فإن المراد في الكتابة قصد إيقاع الطلاق، وفي الصريح قصد معنى اللفظ بحروفه، إلى الإيقاع ليخرج ما إذا سبق لسانه إلى الطلاق، وإن كان صريحا فإنه لا يقع لأنه لم يقصد هذه الحروف ولا معانيها، فكان كلامه ككلام النائم. وما إذا نوى معنى غير معنى الطلاق الذي هو قطع العصمة كالحل من وثاق فإنه لا يقع، ويدخل ما إذا قصد المعنى ولم يقصد الإيقاع كالهازل. الثاني من المشكل قول المنهاج في الوقف، وقوله تصدقت فقط ليس بصريح، وإن نوى إلا أن يضيف هذا الوقف إلى جهة عامة وينوي، فإن ظاهره أن النية تصيره صريحا، وهو عجيب، فإنه ليس لنا صريح يحتاج إلى نية، إلا هذا. وعبارة المحرر: ولو نوى لم يحصل الوقف إلا أن يضيف، أضيف النية إليه، وهي حسنة، فإنه من الكنايات كما عده في الحاوي الصغير. وعبارة الروضة والشرح نحو عبارة المحرر: الثالث، قال الرافعي في الإقرار اللفظ وإن كان صريحا في التصديق فقد ينضم إليه قرائن تصرفه عن موضوعه إلى الاستهزاء والكذب، كحركة الرأس الدالة على شدة التعجب والإنكار، فيشبه أن لا تجعل إقرارا أو يجعل فيه خلاف لتعارض اللفظ والقرينة. الرابع، ذكر الإمام الرافعي رضي الله عنه في أواخر مسألة أنت علي حرام فيما لو قال أنت علي كالميتة أو الدم، وقال أردت أنها حرام، أن الشيخ أبا حامد رضي الله عنه قال
إن جعلناه صريحا وجبت الكفارة أو كناية فلا، لأنه لا يكون للكناية كناية. ذكر الرافعي في أواخر مسألة أنت علي حرام، فيما لو قال أنت علي كالميتة أو الدم، وقال أردت أنها حرام، أن الشيخ أبا حامد قال إن جعلناه صريحا وجبت الكفارة أو جعلناه كناية فلا، لأنه لا يكون للكناية كناية. والغالب أن هذه الألفاظ لا توجب طلاقا، لأنها من الكنايات، والله أعلم. قال الرافعي وتبعه على هذا جماعة، لكن لا يكاد يتحقق هذا التصوير، لأنه ينوي باللفظ معنى لفظ آخر لا يعني صورة اللفظ. وإذا كان المنوي المعنى فلا فرق بين أن يقال نوى التحريم أو نوى أنت علي حرام. وقال ابن السبكي رضي الله عنه وقد يقال من نوى باللفظ معنى لفظ آخر فلا بد أن يكون تجوز به عن لفظه، وإلا فلا تعلق للنفض بالنية، وتصير النية مجردة مع لفظ غير صالح فلا تؤثر، ومتى تجوز به عن كان هو الكناية عن الكناية، فهي كالمجاز عن المجاز، والمجاز لا يكون له مجاز، إنما الحقيقة التي لها مجاز. ومن فروع ذلك لو قال أنا منك بائن ونوى الطلاق، قال بعضهم لا يقع، لأنه كناية عن الكتابة أو كناية عن الكناية، ولو كتب الطلاق فهو كناية، فلو كتب كناية من كناياته فكما لو كتب الصريح، فهذه كناية عن الكناية. قاعدة: ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره. ومن فروع ذلك الطلاق لا يكون كناية ظهار ولا عكسه، ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا إلى موضوعه لا يكون كناية في غيره. من فروع ذلك الطلاق لا يكون كناية للظهار ولا عكسه، ولا الظهار كناية للطلاق. وقوله أبحتك كذا بألف لا يكون كناية في البيع بلا خلاف، كما في شرح المهذب قال: لأنه صريح في الإباحة مجانا فلا يكون كناية في غيره. وخرج عن ذلك صور ذكرها الزركشي رحمه الله في قواعده الأولى، قال لزوجتي أنت علي حرام ونوى الطلاق ووقع، مع أن التحريم صريح في إيجاب الكفارة. قال لزوجته أنت علي حرام ونوى الطلاق وقع الطلاق، ووقع مع أن قال ونوى الطلاق وقع، مع أن التحريم صريح في إيجاب الكفارة، لكنه لا يراد بالكناية كناية أخرى. الثانية الخلع، إذا قلنا أنه فسخ يكون كناية في الطلاق. الثالثة قال السيد لعبده اعتق نفسك، فكناية تنجيز عتق مع أنه صريح في التفويض. الرابعة أتى بلفظ الحوالة
وقال أردت التوكيل، قبل عند الأكثرين. الخامسة، راجع بلفظ التزويج أو الكناية، فكناية. السادسة، قال لعبده وهبتك نفسك، فكناية عتق. السابعة، قال من ثبت له الفسخ، فسخت نكاحك ونوى الطلاق، طلقت في الأصح. الثامنة، قال آجرتك حماري لتعيرني فرسك، فإجارة فاسدة غير مضمونة، فوقعت الإعارة كناية في عقد الإجارة. قال آجرتك حماري لتعيرني فرسك. الأجرة الأولى لم يبين لها أجرة، الإجارة الأولى لم يبين لها أجرة، والفرس مبني على إباحة المعاري في استخدامه، فتعين لنا أن هذه الأجرة قيلت من غير تحديد الثمن، فهي إجارة فاسدة غير مضمونة، فوقعت الإعارة كناية في عقد الإجارة. التاسعة، قال بعتك نفسك، فقالت بعتك نفسك نفسك، فقالت اشتريت، فكناية خلع. قلت لا تستثنى هذه، فإن البيع لم يجد نفاذا في موضوعه. العاشرة، صرائح الطلاق، كناية في العتق وعكسه. قلت لا تستثنى الأخرى لما ذكرناه. الحادية عشرة، قال ما لي طالق ونوى الصدقة لزمه. قلت لا استثنى أيضا لذلك، فالثلاثة الأمثلة المتقدمة لما كان صريحا في بابه ولم يجد نفاذا في موضوعه فإنه كناية في غيره. قاعدة، كل ترجمة تنصب على باب من أبواب الشريعة فالمشتق منها صريح بلا خلاف إلا في أبواب. أحدها التيمم، لا يكفي نويت التيمم في الأصح، لا بد أن يقول لاستباحة الصلاة أو شيء من مواضيعه. التيمم لا يكفي قولك نويت التيمم في الأصح. الثاني الشركة، لا يكفي مجرد اشتركنا. الثالثة الخلع، لا يكون صريحا إلا بذكر المال كما سيأتي. الرابعة الكتابة، لا تكفيك كاتبتك حتى يقول وأنت حر إذا أديت. الخامس الوضوء على وجه. السادس التدبير على قول. قاعدة، قال الأصحاب كل تصرف يستقل به الشخص كالطلاق والعتاق والإبراء ينعقد بالكناية مع النية كانعقاده بالصريح، وهذا مشهور. الألفاظ التي يستقل بها الشخص منها ما هو صريح ومنها ما هو كنائي، والصريح واقع بلا نية، والكنائي لا يقع إلا مع النية. وما لا يستقل به بل يفتقر إلى إجاب وقبول ضربان. كل تصرف يستقل به الشخص كالطلاق والعتاق والإبراء ينعقد بالكناية مع النية
كانعقاده بالصريح وما لا يستقل به الشخص بل يفتقر إلى إيجاب وقبول ضربان يشترط فيه الإشهاد كالنكاح وبيع الوكيل المشروط فيه، فهذا لا ينعقد بالكناية لأن الشاهد لا يعلم بالنية، وما لا يشترط فيه وهو نوعان، ما لا يشترط فيه الإشهاد وهو نوعان ما يقبل مقصوده التعليق بالغرر كالكناية والخلع، فينعقد بالكناية مع النية، وما لا يقبل كالإجارة والبيع وغيرهما. وفي انعقاد هذه التصرفات بالكناية مع النية، وفي انعقاد هذه التصرفات بالكناية مع النية وجهان، أصحهما الانعقاد لأن النية هي التي غلبت جانب الوقوع، سد صرائح الأبواب وكناياتها. اعلم أن الصريح وقع في الأبواب كلها وكذا الكناية إلا في الخطبة، فلم يذكروا فيها كناية بل ذكروا التعريض، ولا في النكاح فلم يذكروها للاتفاق على عدم انعقاده بالكناية ولو نوى. ووقع الصريح والكناية والتعريض جميعا في القذف، لأن الكنايات أخوات الصريحات والتعريض أشد منهما. صرائح البيع، ففي الإيجاب بعتك ملكتك، وفي ملكتك وجه ضعيف أنه كناية كأدخلته في ملكك. وفرق الأول بأن أدخلته في ملكك يحتمل الإدخال الحسي في شيء مملوك له، بخلاف ملكتك وشريت بوزن ضربت، صرح به الرافعي والنووي في شرح المهذب. وفي التولية والإشراك، وليتك أو أشركتك. وفي بيع أحد النقدين بالآخر صارفتك. وفي الصلح صالحتك، قال الأسنوي رضي الله عنه، ومنها عوضتك كما اقتضاه كلامهم في مواضع. ومنها التقرير والترك بعد الانفساخ، بأن يقول البائع بعد انفساخ البيع قررتك على موجب العقد الأول، فيقبل صاحبه كما اقتضاه كلام الشيخين في القراض، ويؤيده صحة الكفالة أيضا بذلك، فإنه لو تكفل أبرأه المستحق، ثم وجده ملازما للخصم فقال اتركه وأنا على ما كنت عليه من الكفالة جاز كفيلا. وفي القبول قبلت ابتعت اشتريت تملكت، وفيه الوجه السابق شريت صارفت توليت اشتركت تقررت. قال الأسنوي رحمه الله، ومنها بعت على ما نقله الإمام النووي في شرح المهذب عن أهل اللغة والفقهاء. ومنها نعم صرح بها الرافعي في مسألة المتوسط، غير أنه لا يلزم منه الجواز فيما إذا قال بعتك فقال نعم، لأن مدلولها حينئذ وهي حالة عدم الاستفهام، تصديق المتكلم في مدلول كلامه، فكأنه قال إنك صادق في إيجاب البيع، بخلاف ما إذا كانت في جواب الاستفهام. وقد صرح بالبطلان في وقوعها في جواب بعتك
العباد في الزيادات، والإمام أي الجويني ناقلا عن الأئمة. لكن الإمام الرافعي رضي الله عنه جزم بالصحة في وقوعها بعد بعته، ذكره في النكاح وفيه نظر. انتهى كلام الأسنوي. ومن صرائح القبول فعلت، صرح بها الرافعي في جواب اشتري مني، والعبادة والعبادي في الزيادات في جواب بعتك. ومنها رضيت، صرح بها الروياني والقاضي حسين رضي الله عنهما. تنبيه: ظاهر كلامهم أن قوله قبلت وحدها من الصرائح، أعني إذا لم يقل معها البيع ونحوه. قال في المهمات: وقد ذكر الرافعي في النكاح ما يدل على أنها كناية، فقال فيما إذا قال قبلت ولم يقل نكاحها ولا تزويجها ما نصه. وأصرح الطرق أن المسألة على قولين: أحدهما الصحة، لأن القبول ينصرف إلى ما أوجبه فكان كالمعتاد لفظا، وظهرهما المنع، لأنه لم يوجد التصريح بواحد من لفظي الإنكاح والتزويج والنكاح، والنكاح لا يقع بالكنايات. هذا لفظه أي الرافعي رحمه الله، وهو صريح في أن التقدير الواقع بعد قبلت ألحقه هنا بالكنايات، فيكون أيضا كناية في البيع. قال: فإن قيل بل هو صريح لأن التقدير قبلت البيع، والمقدر الملفوظ به، قلنا فيكون أيضا صريحا في النكاح لأن التقدير قبلت النكاح فينعقد به. قال: فالقول بأنه كناية في أحد البابين دون الآخر تحكم لا دليل عليه. قلت: الذي يظهر أنه صريح في البابين، وإنما لم يصح به النكاح لأنه لا ينعقد بكل صريح للتعبد فيه بلفظ التزويج والإنكاح، وليس في كلام الرافعي ما يدل على أنه كناية، وإنما مراده أن لفظ التزويج أو الإنكاح مقدر فيه ومكنن ومضمر، فصار ملحقا بالكنايات باعتبار تقديره. فالكناية راجعة إلى لفظ النكاح أو التزويج، والمعتبر وجوده في صحة العقد باعتبار تقديره لا إلى لفظ قبل. فتأمل. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى.